اسم القدوس قدوس بشارك معلمنا ما التبشير والتمييز الطاهر بركات المقدسة لكم يا جميعنا امين. لما ابصركم واصعد على جبل عندما جلست تقدم الى التلميذ فتفع عنهم قال انتم مسكين بيرون هذا الملكوت سمعتم العزائم وزنتم طور عمل انهم ارحموا طوبى قلب من الله طوبى السنة السلام لنا الحمد لله طوبى طوبى لكم بلا نام ولكم سمعتم طوبى لكم ازدوى طوبى عليكم وقل فيكم من اجل كل شر كاذبين افرحوا وتهلا ان اغلق معزوم السماء سبحان الله مركز ضد نبيك انكم لكم انتم من عرض هذا وزن مرحبا بهذا المرحله ارسل بعد الشيخ يخبر لكم كل مدرس انتم نور العالم لا يمكن ان تخفي دينا كان على جوله وزن المنصر وزن المجال ولا دعونا على منار فدي لكل من في بيت هكذا فريد انكم قدام الناس كار عملكم وسرح عملكم ابائكم الذي في السماوات والمجد لله دائما ابدين امين ترشم الخصوص بكوت العاصف وجسدهم من الايمان يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة مرت على الصليب من أجل خطيئة لا تجرأ أبونا عبدا في الفردوس مزق خطيئنا المسيح لنا وقلنا أنا صرخت الله ورب سمعني اللهم استجب صلاة لا ترفض طلبتي التفت علي اشمعنا عشي أباك روح الظهر كلام أقول سلام بدريك أيك يا ابن ماتي سؤال مثال سمرت على الصليب في وقت الساعة السادسة وخطرت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان خلقته بيديك الذي مات بالخطية أقتل أو جانب على ملك الشفية المحية أبو المسامير سمرت بها أنقذ عقولنا من تاشة العمل الهول والشهوات العالمية لا تذكر أحكامك السمائية كرافتي حق لهم معذرة من أجلك سقطنا فنحن بك تتوسل الذي ولدت منك يا بنت الله العذراء لأن كثير هي شفاعتك مقبولة عند مخلصنا المطهرة لا ترفض خطأ من شفاعتك أنت الذي ولدتيه لأنه رحيم وخاذ على خلاص لأنه تألم من أجل ينقذنا فتقدرنا رفضك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك إنك عيك الصديان الصديان آمين صنعت خلاص فصل الأرض كلها عندما أبطلوا رهن لكم لا تصرف عن الروح المجد لك يا رب سابدريك أيوك يا أيو ابن ماتي ما يزبط لشخص غير فاسد يا الفاضل رحمه الطالبين مغفرة خطايانا المسيح لأنك مشي سأتصر على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبادة النصر قليك ونشكرك لأن ملكت الكل فرحنا المخلص لما أتيت العين العين ورب المجدلات منك أيك الصديان الصديان آمين أنت يا ممتلئنا موالت الله نعظمك لأن من قبل الصليب باب نهضت الجحيم بطل موت أمواتا كنا فنهضنا وحقنا من الأبية وننا نعيم فردوس الأول من أجل هذا نمجد شغل المسيح إلهنا قدوس الله قدوس القوى قدوس حياة موت الرضا عز الحمد قدوس الله قدوس القوى الصوبان الحمد قدوس الله قدوس القوى الحمد الذي قام من الموات وصعد السماء الحمد من الجلاء بل ابن الروح القدس علينا وقيد لنا الحمد أيها السادة اسم محمد يسوع الحمد يا رب فعلنا بحسن من خزائر افتقد ما تشعب الشيخ نبينا قدنا زينا رخل يا من أخوة سبيا الحمد الذي بيحتاج موت الرضا يا رب الحمد الرحمن وقعنا مستحق إنك بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك ويكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبز لنا تغطينا لكم ذاك لهم مشيء السلام لك نسألك ان تكون على كل حي وتم مفصل سيد صلواتنا في حبيب الله تعالى تعالى الله ملك الله تعالى شفاء في عالم شفاء في المنزل محتوى يا ترى عبد الله ملك الله تعالى شفاء في عالم شفاء في عالم لما رجع الرسل حدث ما يفعلوا في اقدامهم من انفراد مدينه السماء بيت سيدا لما عاد ترجموها تماما فقبلها ما خاتم ما يقول الله بعد ما الشفاء شفاء ما قبل النهار قد بدا يمي ابتغى من الاسم عشره فلما رجع الرسل حدثوا ما فعلوا فغزوا بعض اخلاق فر من يتسمى الصدى فلما عنوا تجموا تبعوا فقالوا مقتموا عن ملكوت الله ومعطوك من الشفاء شفاء وكان النهار قد بدا ميه فتقدم الى 12 وقال لهم اسمكم ما يحبش لكم رقم ينام ويجلسوا في الانفاق فقال لهم اعطوا ما انتم من يقولوا فقال لهم ليس علينا اقسم بخمس خبزات وسمك في ضمن احنا وتشتري نعمل هذا الشعب جميعا قال لهم ياتيكم في كل مره 50 فعلوا كذا وكما ان فاخذوا خمس خبزات وسمكتين وبرك وكسروا بعض الشعوب ثم رفع مع فضل عام 12 كفا مملوءا من مجد الله ثم رفع مع فضل عام 12 كفا مملوءا والمجد لله دائما والمجد لله دائما في مصر من مجد مصر من مصر من مصر من مصر يا من ذاك ما تقول جس فوتي ساعات تاسع من أجل خلاص نقطة أمت حوالي جس من يوم مسيح لنا كده من فلوت سلي قدامك يا رب تقول فهمني فضل باطل حضرتك كلمة تجحيني سابتني كيوك يا يوم نماتي يا من أتم الله في ذي لا بعد ما اقتصر فوتي ساعات تاسع وهذا تدرس المظلوم من تقول في الدوش
لا تكفي عن الصلاة وتفضل عن الضرب خذتنا في وضع فهمي وعن شريك النعمة أصدر ما حيك كريم ذلك فكون أحد أسكت أمي أبتر فيهم غير فطور مشتغل بها قبضهم كل شيء المسيح لأنه منقنا فينك أيك يستطيع أن الصنيع آمين يوم تمت الصلاة بها الصنع وتتم موت وموت القيامة قيامتك لا تعرضي الله الذي قبلتهم بيده إذا محبتك البشر والصالح اكمل ما تكشف عنا من اجلنا وانك مخلص الشعب المتواضع لا تتركنا القضاء وتسلمنا الرضا ورزقنا القضاء عنه وتنزع عنا رحمتك من ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك واسرائيل قديسا. كينك ايك صدرنا الصنيعون امين. لما ابصر لسريس الحياه مراق نصيب قاتل لبيك اما اهتمها. مسلم معلوم تعجز فانشنت كرخ في شعر نور المجن فادارك لو خضر شيء محترف كل شيء اذكرني يا ربي تجيتي في ملكوتك سابت ريكيك يا يوم نماتي يا من قبلات وفر السليم مخلوق من دينك فانشمت مخاف خطان وقد خمان وقد صرفنا لك ما سوخ لك خلين اذكرني يا ربي تجيتي في ملكوتك دينك ايك صدعنا الصنعنا امين. لما نزلت الالي حما على الصليب قالت بك ما لم فخلوق خلاص وما شافت هذا زمن صربوتك الذي انت صبر الملك لابن والاهي نعظمك يا ام النور الحقيق ونمجد العذراء القديس سوات الان وتخلص مصر المجد لك يا سيدنا وملك المسيح فخر رسك والشدات اهل الصغير سبات كانت حول مبشر بسر رسم الوقت واحد نزل رب رحمة يا رب رحمة بالحقيقة طول من بداية واحد ضال ابدا بكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى من ربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب كله للدور عذرات النصر صلبان على عدو الله صلبان تعلم أقول رقام بين أموات اليوم الثلاث كان قد وصل السماء وقال الثانية من أبي ودنيا في الدنيا لحموات الذي ليس من كل غدا نعم نون بروح القدس الرب المحمد صلى الله عليه نزل لما يقدموا على أبو ريب نصر بن بيه وكيسة وعد مقدر قام مصرية واعترف معمودية وعد الخطايا وانتظر قيامة الأموات وعيد الضالات آمين. اللهم في الخطايانا آمين. ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون من إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. اذكر يا رب كل الذي قدموا لك هذه القرابين المقدسة الكريمة والذين قدمت عنهم والذي قدمت بواسطة سماعتهم كلهم من أجل السماوي المقدسة الكريمة وتقدماتنا الذين قدموها ربنا هللويا اي 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 خون شابي مخن ارشعو جند ابنوتي نارين ابوي ممنود بيطبتي اي ممونو بند ضامت الوتي ناقوني ناكبون اثنوتي بانوتي خنوكي ضراري ام بمشوي زندا بيت نم نم دريم راشد سلي بنوت نوت بالمروت جايب نوت بيوت بيبان ذكراتور
معروف جاف فنوغنيس شيري إسوس فارستوس بنشوس تزمارو تنجاب يبنى وما يسوى بن فرقليطل آمين إز بنتير آجيوس أوسيوس آجيوس إن ابنف ماجيون آمين لوغيطوس كيريوس أوسيوس إستوس يوناس آمين نس نوستيروس موهف شويس مرويس مويرو بنكني لأوستيرو جابيف نايتا غريح ريغون ووتمس من تيب شويس شوف شايني أمين الليلو سمتريك يوك عقيب نفماتي كريكياي كيسقط ايهون اسقط ايهون امين هللويا سيب بلوغيتين سيب بلوسف جيساسيتين كدب نماتيسون نارين شاموتن تطفن فريف الثاني والنايت بنوتي وتم من شايس او اوپن نوتی اوپن سوتی رسو اس پہ خرس تو جعفر اسپاد نگون فروائی تنیرون افر ایرون اف شب تنیرو ففتی ایسو ایرون افتی تو تینا انتن شارطا آئی او نوت آئی انصوف اون مار انتو رو فقوس انتف ار ایرون خنفای ایس او ابای نمني أثير تاب أن خنهرين لبين جيبا ذكرته أورب شيس في النوتير روس بقصاص open so tier so os pe christos nashko rak ala kull hal wa min ajli kull hal wa fi kull hal لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يتفضل فينيح نفس أبينا الطوبى والمكرم البابا القديس الأنبا شنودة وأن يحفظ حياة أبائنا المطارنة والأساقفة الكائنين معنا وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة لمغفرات خطايا يا رب ارحم من أجلي هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد كل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الاشرار قيام الاعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك عن هذه المادة المقدسة وعن نفس أبينا الراحل وعن موضعك المقدس هذا بمصالحات والنافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب
وعلى كل قوات العدل صوتي صامين كتبني ماتي صوت سندي خني طويت وام عجل زمين بريد سيوني وديني معيش تيرون ديكوب أبصالي زبيد العرب ووفقا يوت تيباكن ديبنو ديالين سيون تيمامنا قول ديورو من مورو بيامشو بينخيس أوين صنبين اتشوزي عبي سنين مشايني الليلو يا يكون المحنين فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس فم الكنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية ومن أفواه الاثنى عشر رسول فم ناظر الله مير ومنقص الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ويروس معنين من ديوسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهادة رئيس الكهنة والقديس يوحنا فم الذهب والقديس كيرلس والقديس باسيليس والقديس أفروريوس ومن أفواه الثلاثمائة والثمانية عشر مقتنعين بنقيا والمائة والخمسين بالقسطنطينية فم أبينا الطباء والمخرم رئيس الأساقف البابا المعظم الأنباش المهدى الثالث فم حقارتي لأنه مبارك المجد من يود الطيود العرشي ربس بابا أباشي نوتي نمني يود متروبولي ديس نمني بسكوبوس Hey.
متروبوليتس نمني إبسكوبوس ني إتكي نمان ماربي إكليروس نمبنا أوستير أوغاي خينب شويس أمينس شو البولس فصل مسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل فيليب ببركاته علينا أمين. فاعلموا البولس من رسالة معلمنا القديس بولس الأبرانيين بركاته علينا أمين. فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأنه ليس لنا رئيس كهنة لا يستطيع أن يتألم مع ضعفاتنا، بل هو مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلندخل إذن بإقرار إلى كرسي النعمة لكي نأخذ رحمة ونجد نعمة عونا في حينه، لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس عند الله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يتألم بمقدار مع الجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف، ولهذا يلتزم أنه كما يقدم عن خطايا الشعب هكذا يقدم عن خطايا نفسه، ولا يأخذ أحد الكرامة بنفسه، ولكن الله يدعوه كما هارون أيضا، كذلك المسيح الله. لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم أني بريء من دمكم جميعا، وذلك كذلك أيضا لم يمجد نفسه وحده ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، كما يقول أيضا في موضع آخر أنت الكاهن إلى الأبعد على طلق مقصي صداق. نعمة الله الآب تحل على جميعنا أبا يختي أمين. الكاسلكون من رسالة من بطرس الأولى بركاته على جميعنا أمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغربان زلام أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية لتقاتل النفس، وأن يكون تصرفكم حسنا بين الأمم لكي يكون فيما يتكلمون بها عليكم كفاعل الشر، إذ يرون أعمالكم الصالحة موجودون الله في يوم الافتقاد. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو لا فكمرسلين منه الانتقام من فاعل الشر، وللمدح لفاعل الخير، لأن هذه هي إرادة الله أن تصنعوا الخير لكي تسد جهالة الناس الأغبياء كأحرار، ولا تكن حريتكم كستار للشر، بل كعبيد لله. اكرموا كل واحد، احب الاخوة، خاف الله، اكرموا الملك، لا تحبوا العالم ولا شئتم في العالم، لان العالم الذي شئتمه، اما من يعمل مشيئة الله فليثبت الى الابد امين. Oh.
ركني ام به ام نودو اصدا في جن طوق باب اوي بشاي سيس من أعمال أبينا الأطهار الرسل المشمولين بنعمة الروح القدس، بركة صلوات وطلباتهم وبركة صاحب القداسة والغبطة الباب المعظم أنبا شنودة الثالث البار القديس تكون معنا أمين. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود كيف لم أخفي شيئا من الفوائد إلا أخبرتكم عنها وعلمتكم بها شاهدا جهرا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينهم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بذاته، لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا إذن متذكرين أني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي، أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمت هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب
ونعضد الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأغل. ولما قال هذا جث على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على بولس وقبلوا متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا. ثم شيعوا إلى السفينة، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. سارة. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الحادي عشر من شهر برمهات المبارك أحسن الله استقباله وأعاده عليكم وعلينا وأنتم ونحن مغفور خطايا وزلات من قبل مراحم الرب، ترحمنا وترحمكم يا أبائي أخوتي أمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس باسيلاؤس الأسقف، وهذا القديس رسم أسقفا مع آخرين على غير كراس في سنة 298 ميلادية من القديس هرمون بطريرك أورشليم، الذي أرسلهم يكرزون ببشارة الملكوت في البلاد التي ليس فيها مؤمنون. فكرز هذا القديس في بلاد كثيرة فضرؤوه وطردوه، ولما دخل شرشونا بالشام ونادى بالبشرى آمن به قوم من أهلها، فغضب الآخرون وطردوه، فخرج إلى خارج المدينة وسكن في مغارة مداوما الابتهال والصلاة إلى الله أن يؤمنوا به. واتفق أن ابن والي المدينة مات وكان وحيده، فحزن عليه كثيرا. وحدث في الليلة التي دفن فيها أن الوالد رأى ابنه في رؤيا الليل واقفا أمامه وهو يقول له: استدع القديس باسيلاؤس واسأله أن يصلي إلى المسيح من أجلي فإني في ظلمة عظيمة. فانتبه من نومه، أخذ عظماء المدينة، أتى إلى مغارة القديس، طلب منه أن يدخل المدينة ليصلي من أجل ابنه، فأجاب سؤالهم وذهب معهم إلى حيث قبر ابنه وابتهل إلى الله بصلاة حارة، فقام الولد حيا بقوة الله. فآمن الأمير وأهله وأكثر أهل المدينة وتعمدوا من يد هذا القديس. وكان بالمدينة جماعة من اليهود حبسوا القديس واجتمعوا بالذين لم يؤمنوا من أهل البلد ووثبوا جميعا عليه وضربوه وجروه إلى أن سلم روحه بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. أجيوس أصانتون واستبروس الثيمت يلي صونمت أجيوس أديوس أجيوس الشيروس أجيوس أصانتون سوآن أستاسكتون نكرون يانيل صنيسوس أولانوس إلي صونمت إرني
همتي صدر رب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترونه ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة قديسي الله من أجل الإنجيل المقدس يا رب رحمة. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصورا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك أي الرب إلهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم والمرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا لينو يا مارو تشانت خدك نسيان دابلون سو مارو اسمو ايروب هيت كدرائن تاني بزبتين جاب كونو متيون تيمري تراني سو بنا بنجانيات ستونو ايبنوب افون كنجاب شو استوان نبواني سيب جان سو بابي ومشاني قدان تقسيمين سيسانيك شوي ساونا مقبل يوسف بدو يرشيد بابا باشنو دي ماشون نمنين يو دي مترو بوني دي سنيني بس خوز دي يتكيني من شوي زبي عربي دنون خالي لويا ستي متفوبو ثيوا كوسو من تواجيو إفنجيليو إفز مروت جبيس نيوخن برانم بشويس كيري أبلغي صنكتك تيؤنن عقيو إفانجيريو توانا مصمار نمصاصي كيري قفو بمخافة أمام الله وانصتوا للسماء الإنجيل المقدس فاصلهم بشارة الإنجيل لمعلمنا مار يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميع عينا من مزامير ترتيل أبينا داود النبو الملك بركاته على جميعنا أمين أمسكت بيد اليمنى وبمشورتك أهديتني وبالمجد قبلتني أما أنا فخير لي الالتصاق بالله وأن أجعل على الرب اتكالي شعبي وأن يبارك على منابر الشيوخ لأنه كان أبوة مستخرة يبصر المستقيمون فيفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكائن إلى الأبد على تقسيمك صداق الرب عن يمينك وينيح نفسك يا بان الطائر الباب الأنباش نود الثالث ويحفظ حياة أبائنا المطارنة
ولا ساقف المجتمعين معنا. الرب يحفظ حياتكم. أمين. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الحق الحق أقول لكم أن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف، بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق وليس. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها. فإذا أخرج خرافه الخاص يذهب أمامها، والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه، لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قال لهم يسوع، وأمهم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا، الحق الحق أقول لكم إني أنا هو باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بأحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإن الراعي الصالح وأعرف خاصتي، وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا. وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا، فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد. من أجل هذا يحبني أبي، لأني أضع نفسي لأخذها أيضا. ليس أحد يأخذها مني، لكني أضعها بإرادتي، ولي سلطان أن أخذها أيضا. هذه الوصية أخذتها من أبي. Oh,
مير من عينان قضى بك نشد النين ديف اسمروت نجيف يوت نمشيري نم بابن ومائز اوات بتري اسجيك ولد نوت بمستدي اونا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية صلوا من أجل سلام كنيسة الله الوحيد الواحد المقدس الجامع الرسولية الأرثوذكسية يا رب المسكونة إلى قاصيها كل الشعوب وكل القطعان باركهم السلام الذي من السماوات انزله على قلوبنا جميعا بل وسلام هذا العمر أنعم به علينا إنعاما الرئيس والجند والرؤساء وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا زينهم بكل سلام يا ملك السلام أعطنا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا اقتننا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقوله فلتحيي نفوسنا بروحك القدوس ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شعب يا رب رحم وإذا فنسأل الله العبد بترك كل أو ربنا وإلهنا ومخلصنا
المسيح المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نيح يا نفس العدو اللهم اشهد ان لا اله الا انت ذلك احفظ بين المطارنا والاسافف صلوا من اجل نياح نفس ابينا ورئيس كانتنا الباب المعظم الانبا شنود الثالث لكي ينيح الله نفسه في فردوس النعيم في احضان ابائنا القديسين وان يحفظ لنا وعلينا حياه وقيام ابائنا المطارن والاساقف اعضاء المجمع المقدس للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه وسائر اساقفتنا الارثوذكسيين يا رب ارحم حفظان فازم لنا سنين كثيره وازمنا سلاميا وكمل الرأس وكانوا تناتمن عليها من قبلك وجميع مفصلين كلمة الحق باستقامة رعينا شعبك بطهارة وبر وجميع الأساخ والأرثوذكسيين والقوامس والخصوص والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحد الوحيد المقدسة الرسولية إنعم عليهم وعلينا السلامة والعافية في كل موضع وصلواتهم التي يصنعونها عنا وكل إليك على مذبحك المقدس الناطق السمائي رائحة بخور أورين أساعدهم الذين يرون والذين لا يرون أسقهم وأزلهم تحت أرجلهم سريعا أما هم فاحفظهم بسلامة وعد في كنيستك المقدسة يا رب ارحم مايك بيضاء صلى الله على ضابطان كل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها من أجل هذه البيعة المقدسة واجتماعاتنا يا رب ارحم أعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا عقل نصنع كمشيئتك المقدسة الطبوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة أنعم بها لنا يا رب ولعبيدك التي بعدنا إلى الأبد عبادة الأوثان بالتمام اقلعها من العالم الشيطان وكل قوات الشرير يسحقهم وأذلهم تحت أقدامنا سريعاً الشكوك وفاعل يبطلهم ولتنقض افتراقات فساد البدع أعداء بيعتك المقدسة يا رب
مثل كل زمان والآن أذلا هم أبطل حسدهم وسعيتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعون فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورات اخيته اوف امين يا رب قم أيها الرب الإله وليتفرقا جميع أعدائك وليربا من قدام وجهك كل موّد اسمك القدوس أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون مشيئتك المقدسة إن سفيس يبرس خمين كنا ليسون كنا ليسون خنوم اسمين بالحقيقة نوم من بإله واحد الله إله قابض الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى من برب واحد سؤال المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل الدور نور من نور الآن حق من الآن حق مساولا في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنت تألم وقرا قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأذن يد في مجده ليدني حي والأموات الذي ليس يمكن انقضاء نعم من بروح القدس الرب المحمد بسم الله بنسبة ومجدهم على أبو الإب الناطق بنبياء وكنيسة وعدة مقدسة جامعة وسريعة تعرف معمودية واحدة من خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة دار الأنتيار يا ببروسف شيء صاسيت يرين باسي يضب نمتي صوت يا الله العظيم الأب الذي قبل الإنسان غير فساد والممت الذي دخل العالم بحسد إبليس هزمته بالظهور المحل الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أمرنا تلظى من السلام التي من السماوات هذه التي أجناد الملائكة مجدا بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلامة الكاملة والمحبة والقبلة الطاهرة الرسول يا رب ارحم بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تذكار الشر الملبس بالموت واجعلنا مستعقين كلنا يا سيدنا أن نخبل بعضنا بعضا بخبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في الحكم من موهبة غير مات السمائية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا
تقدموا على هذا الرسم قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا نام ندید سود کوسو ماریم شوی سری موتان میکوی فورین دن نوی دنوشم موبرس نمبکیو دن آغازوز نمبیم نمائی سوه یا کیم شدی مونین اوسیری دی سیا این سیوز رب ما جمیع کن وما روحی ارفعوا قلوبكم يا الرب فلنشكر الرب مستحق وعاني مستحق ومستوجب لأنه حقا بالحقيقة مستحق ومستوجب أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الآباد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس قف في طهيرة نهرف انجني انجلس نمني عرشي انجلس نعرشي نكسو سياني ثرونوس نمت شوي سنيقو وإلى الشرق انظروا أنت هو الذي يقف حولك الشروبيم الممتلئون عننا السرافيم ذو ستة الأجنحة يسبحون بغير سكوت قائلين الشروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدون لك صارخين قائلين جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بالغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم
لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبياك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. علمنا طرق الخلاص وأنعم لنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم وبذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. حقا السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، رسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر في ليدين المسكونة بالعدل ويجازي كل واحد كحسب عمل برحمتك يا ابقوا
ويارد في فائر اف مبئي ويبغن ام اسمي عمي وهكذا الكاس ايضا بعد العشاء مدك من عصير كرمة والماء والشكرا آمين وباركها وقدسها آمين وأيضا نؤمن ونعترف ونمان وذاق أيضا وعطى لتلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري هذا هو أيضا بالحقيقة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى ناجي آمين 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 نصنع ذكرى آلام المقدسة وقيامتي من الأموات وصعود إلى السموات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السموات المخوف المملو مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدة نسبح نبارك نخدم فايف ان سو ماي فو ابنطا يا ناتي حياة أبدية لكل من يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة يا رب القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا لأنه بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى الرعاة تثبتهم والذين يرعونهم ثبتهم
واعطي بهذا الاكليروس نسكا للرهبان يا رب طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للمتزوجين رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء للفضلاء معونة للمساكين أشي قوهم والذي في الحداثة يأدبهم غير المؤمنين ردهم لتنقذ افتراقات الكنيسة تعاظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم كأننا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الأرثوذكسية كنيسة الله التي خنيت الأبد بالدم الكريم لجمع أحفظها بسلام وكل أساق فرسين الذين فيها واذكر يا رب نياحة بنا القديس البابا البطريرك الأنبا شنود السارس وهو صلوا من أجل الشركاء في الخدمة شباب المطر وأساق المجتمعين معنا صلوا من أجل نياح نفسابين الطباوي المكرم البابا القديس الأبا شنود الثالث وعن سلامة أبائنا المطارنة وأبائنا الأساقف المجتمعين معنا وسائر أساقفاتنا الأرثوذكسيين يا رب فصلنا معهم كلمة الحق بالاستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرونك خطيئك بسلام اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا ما اذكر يا رب القمامسة والخصوص الأكسين والشمامسة يا رب كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا ما ارحمنا يا الله لا ضبط القلب اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين صلوا من أجل خلاص العالم وولدت نازي وسائر المدن والقرى والجزائر والأديورة رب ورحام حريق تكسين شويس نيايد تفن من كوسيك ايضا بساي اسمو ايضو يا رب
ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. سعدك مقدار يا كنعمتك فرح وجه الارض ليروى حرثها ولتكثر اثمارها اعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليك بارك اكليل السنه بصلاحك من اجل فقراء شعبك من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف ومن اجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لان اعين الكل تترجاك لانك انت الذي تعطيهم طعام في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نعن ايضا اذ ما يكون لك كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح خوننا زرون نمني طبين وقعون نمني طبين الوطوطو مينو تيرون ببك بأفول خيني Sas tie virton agion timion zoron toton kis simon ke bros deron pon اشترك في تذكار قديسي تفضل يا رب ان تذكر جميع القديسين الذين ارضوك منذ أبائنا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان وبالأكثر القديسا مملوء مجدا وليت لله العذراء كل حين وليت لله قديسة الطاهرة مريم التي وات الله الكلمة بالحقيقة نمبي أجيوس يؤنس ببرودروموس بابتستيس وهم مارتيروس Agius Stephanos, Biarchis Diakonos, Proto Martyr. In Pithiorimus and Emigalestis, Marcos, the Apostles of the Web, and Martyrus. Nimbi Patriarchis Suevsevirus, Nimben Sardius Curus. Nimbi Agios Asanasios, Bi Apostolicos, Nimbi Agios Betrosiro Martyros, Bi Archie. Well,
القديس يوحنا بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذابي الفم، والقديس أودوسيوس. Nempiagios Theophilos, Nempiagios Demetrios, Nempiagios Kyrillos, Nempiagios Vasilios, Nempiagios Eriorios Physiologos, Nempiagios Eriorios Vithaumaturgos, Nempiagios Eriorios Vi Armeni. والثلاثة والثمانية عشر مجتمعين بالقسطنطينية والمائة وخمسين والمائة والخمسين بالقسطنطينية والمائة وعشرين بأفسوس وأبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا وأنبا ثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا أنبا أحنس القمص وأبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل الحبيب وخلصنا الصالح من يوتا بابا بلي بيرن طمون زاكي الماستيس نم نشو سنيوت سوارموس ماكسيموس نم دوما اديو والتسعة والاربعين شهيدا شيوخ شيد والقوي القديس انبا موسى ويحنس كامل قيس وابانا انبا دنيال القموس وابانا انبا انسيزور سلقس وابانا انبا بقوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه وابانا انبا شنودة رئيس المتعاحدين وانبا ويصا تلميذو وابن أنبا نوفر وابن أنبا نوفر وابن أنبا كاروس وابن أنبا بنتيس وابن أنبا سمير مغتري فستس وابولو تلميذو وابن أنبا إبراهيم في الفيوم والميزان اسواب اللوت الميزان وكل مصاف قديسية ورازيهم صلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا القارئون فليقولوا اسماء ابائنا البطارك القديسين الذين رقدوا ومعهم اسم نفس أبينا المثلث الطوبة أبينا أبو الآباء وراعي الرعاة المتنيح قداسة البابا شنود الثالث الرب ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ويغفر لنا خطايانا ريبو اسمو اسواب شو بيني من آمين ماشي.
القديس مثلث الرحمات أبينا البابا الأنبا شنود الثالث. لبوا عن نفس أبينا الطوبى والمكرم البابا أنبا شنود الثالث، لكي الرب الإله ينيح نفسه في فردوس النعيم في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن يقيم لنا راعيا صالحا ويغفر لنا خطايانا. كيريلي تفضل يا رب، تفضل يا رب من تنوي نفس نفوسهم جميعا في احضن ابانا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسين. ريبو اسمو اسقوات شو بيني من آمين زوكساتي كيريه كيريه لاي صون كيريه لاي صون كيريه لو جسون كيريه أنا بصون آمين. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونعم لنا بسلامك إلى التمام. كما
كان وكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدهور. آمين. يا ربي إلى ملكوتك لك يا بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميعكم. كل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا لن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسرار الإلهية غير المائتة. جسدك مقدس والدم الكريم ودمك الكريم هذان لمسيح الضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا يا رب سلام لجميعكم ولروحك أيضا. إلى ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين إذ قال أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. إريان إنسان صلاهما اللذان رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما أهل نينوى فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنه. كريان يا رب رحمه الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيء أجيال كثيرة الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. كريا ليسون كريا ليسون يا رب رحمة الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الشهداء حتى سفك دمهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب
وسكنوا في الجبال والبرار وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. فنصب عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طال ونفس مستنير وغير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نقصر بذلنا بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوت أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا اللذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح لأن لك الملك امبير الطوس إيسوس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح
أخذوا من سيدتنا ملكتنا كلنا وات القديسة الطاهرة مريم كان واحدا مع لاوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن بالعطس البنطي أسلمه عنا على خشب الصليب المقدسة بإرادة وحد عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن اللاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفران خطايا أبدية لكل من يتناول منه. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة. أمين 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 أن هذا هو بالحقيقة. أمين. أطلب عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا أن نذكره في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد الليل ويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السماية الزكية. يا رب